السلام عليكم ورحمة الله. عزيزاتي متتبعات قناة مريم، كنرحب بكم وكنسلم عليكم في ما كنتم. اليوم عندي لكم هذا الدرس ديال ملء هذه الزهرة بالطرز الرباطي، بالغرزة ديال الطرز الرباطي. بسم الله على بركة الله، غادي نبدأ هذه الغرزة. غادي ندير ليها بحال هكايا، شد هنا هكا وخرج هنايا. هكا تبان الخط ديالي، دا كنعمر كل بلاصه بوحدها هكا. غنخلي حتى وحده حتى الفوق، ندير وحده صغيره هكا ونجي هنا نبدا هذه اللي حداها عاوتاني هكا نفس الطريقه. يعني هذه الغرزة هي الغرزة الأصلية، الغرزة معروفة قاع سهلة قاع. ورا هاد الغرزة طبقتها في داك الفيديو ديال ديك الرشمة ديال اللي فيها لي سطخات في الكحل، اللي سرعت الفيديو ديالها وما بينتش طريقة. لحقاش قلت زعما كنظن انها طريقة واضحة، خا نسرع الفيديو يعني باينة فيها غير الغرزة ديال السلسلة وهاد الغرزة دوك الوريدات الصغار بالبيج.
ندوز لهذه الاخرى هنا هكا، هنا واحدة اخرى دائما ندخل البرا في هذا الخط في الجهة اليمنية وخرجها في الجهة اليسرية، حتى كنعمر وكنكون غادا مع الخط. إلى كانت كان عريض نعرض الغرزة، إلى كان صغير نصغر الغرزة، صافي حتى كنكمل الغرزة ديالي، حتى كنكمل الغرزة ديالي. هكا من الأفضل أنه الغرزة تكون حدا أختها باش تكون الخدمة عامرة، ما يبانش لينا الفراغات وتكون الخدمة متقونة. دائما ندخل في الجهة اليمنية وخرج في الجهة اليسرية هكا، ده كان سالي. المهم انا غنوريكم كيفاش كان نقطع نعقد الخيط وكيفاش كان نركب خيط اخر. دابا انا تقاضى ليا الخيط، غادي نجي غادي ندير هكا، هي الخدمه ديالي، نجي ندير هكا ونعقد الخيط ونقطعو، نركب خيط اخر، نجي هنا ندير هكا هكا. دائما نشد الجهة ونخرج في الجهة الأخرى ديال السطح هكا، حتى كنكمل الخدمة ديالي كاملة.
نفس الطريقة كما قلت لكم. غنجي غادي نعمر الوسطى الداخل ديالها، غنركب خيط اخر في الابره. غادي نجي هنا هاد البلاصه، غادي نشد باش نركب خيط اخر، غنجي نشد هكا، نشد هنايا. هذه هي الطريقة ديال تركيب الخيط، نشد هنا هكا ونجي هنايا ونجي هنا، وغادي ندير نفس الطريقة باش نعمر هذا الوسط هكا، ندير هكا. كيما قلت لكم انا عندي مشكل في التوب، هاد التوب ماشي ديال الطرز، هاد التوب ديال الملابس العصرية، ماشي غير انا كان عندي واستغليته باش نوريكم هاد الطريقة هكا. تجي الوردة ديالي دايره بحال هكايا، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.